إيطاليانو، كل ده يطلع من مكرونة. اهلا بكم معنا في حلقه جديده من اميره في المطبخ على سي بي سي سفره، معكم من 3:30 ل 4:30 ان شاء الله. كعاده كل يوم جمعه عندنا عزايم سحور. احنا متفقين ان طول الاسبوع بيبقى عزايم فطار، يوم الخميس بنلم بواقي الاسبوع كله وبنعمل بيها عزومه برضو بس من البواقي، ويوم الجمعه بنعمل عزومه سحور. فالنهارده في عزومه سحور، احنا قصدين ان الوصفات تبقى بسيطه وفي نفس الوقت يعني ايه مختلفه شويه، مش كلها تقليدية قوي، فبنحاول نجمع ما بين ده وما بين ده، بنعمل لكم وصفات عادية خالص وتقليدية خالص بنفكركم بيها، وبنعلمها للبنات اللي لسه طالعين جداد، وبنديكم شوية أفكار شوية تكون إن شاء الله مختلفة. النهاردة عندنا جبنة قريش بالنعناع والطماطم، عندنا فريتاتا بالبطاطس اللي هي الأومليت بس بطريقة شوية مختلفة، وسبرينج رولز بالجبنة. تعالوا بقى نبدأ بالفريتاتا عشان هتخش الفرن. عندنا 6 بيضات، وطبعا انتوا هتزودوا او تقللوا حسب عدد الأسرة. عندنا لبن وكريمة، ممكن يبقى حاجة واحدة فيهم بس. عندنا مرمرية مجففة، ممكن تستخدموا بدلها اي اعشاب مجففة عندكم او انتوا بتحبوها. ملح وفلفل. عندنا بطاطس متقطعة حلقات ومسلوقة نص سلقة، ودي معلومة مهمة جدا لان مستحيل البطاطس هتستوي في نفس مدة سوى البيض. عندنا زيت زيتون وزبدة، سبانخ طازة مفرومة، ولو ما فيش طازة هنستخدم الفروزن بس هنعصرها كويس قوي من ميتها. عندنا طماطم مجففة، بصل أخضر متقطع شرايح، وجبنة شادر مبشورة، وبرضو ممكن تستخدموا أي جبنة صفرة مبشورة بدل الشادر إذا حبيتوا. طيب أول حاجة هنعملها إيه؟ هنحط الطاسة على النار، هنحط الزبدة، الزيت، وهحركهم شوية علشان عايزاهم يملوا الطاسة من تحت عشان لما اجي اشتغل بالبطاطس يبقى انا عندي متغطي تحت اهو. هنحط ايه بقى عليه؟ هنحط ملح، هنحط فلفل اسود، هنحط مرمرية، على الزيت والزبدة علشان يطلعوا نكهتهم، وبعدين هرص بسم الله البطاطس، طبقة كده من البطاطس متقطعة رفيع ومسلوقة نص سلقة، وضروري يكون متقطعة رفيع يعني ما تقطعوهاش سميك حتى لو احنا هنسلقها، بس برضو ما تقطعوهاش سميك. وهديها تاني مرمرية وملح وفلفل، وهسيبها لحد ما تبتدي تسخن شوية. أكون أنا هنا خلطت البيض مع اللبن والكريمة، شوية من الجبنة، وبرضو طبعا هحط له ملح وفلفل. لا دي من الاولانيه.
بصوا بدأت تسخن اهي، انا عايزاها تسخن كده وتديني طعم ولون وريحه للبطاطس مع الزبده والزيت والملح والفلفل والمرمريه. حطينا هنا البيض، هنديله ملح وفلفل اسود، هنديله شويه من الكريمه. بسم الله الرحمن الرحيم. شوية من اللبن وممكن حاجة واحدة فيهم بس، بس طبعا الكريمة بتدي طعم غني جدا عامة للبيض سواء سكرامبلد أو أومليت أو الفريتاتا. الفريتاتا اللي هي بيبقى داخل فيها زي ما انتم شايفين كده بطاطس وحاجات زي كده وبتبقى قالب واحد. الأومليت اللي هو برضو بيبقى قالب واحد بس ممكن يبقى سادة، والسكرامبلد اللي احنا بنقعد نكسر فيه على النار وبيبقى طري خالص مش ناشف زي الأومليت. خلطنا هنا، هديله شوية جبنة مع الملح والفلفل والبيض الكريمة واللبن على النار في زيت وزبدة، بطاطس مسلوقة وملح وفلفل ومرمرية. هياخدوا دلوقتي بعد ما سخنوا بقى كده سبانخ، طماطم مجففة، بصل أخضر أو أي نوع بصل موجود، هينزل عليهم خليط البيض مع اللبن والكريمة والملح والفلفل والجبنة، وهنرش على الوش بقى شوية بصل أخضر، شوية طماطم. يفضل الحاجة اللي احنا هنستخدمها يكون ليها غطا، لأن أنا هغطي دلوقتي عشان أضمن إن البيض بتاعي هيستوي كويس من غير ما أقلبه بقى ولا بهدله. ف ادي رشة سبانخ وادي رشة الجبنة. أنا كل ده على نار عالية. هعمل إيه بقى دلوقتي؟ هطلع الغطا، هغطي وهنقل على نار هادية علشان أسيب البيض يستوي على نار هادية كله، الارتفاع ده كله، السبانخ اللي احنا حطيناها تدبل، الجبنه تسيح. ايوه لا هو دي مش مساعده على فكره اللي انتوا بتحاولوا تعملوها دي، انا بس عايزه ادي فلفل اسود على الوش كده. انتوا عايزين تطلعوا فصل ولا انتوا عايزين ايه؟ عايزين ايه مني؟ طيب اوكي خلاص كده نراجع بقى احنا عملنا ايه. بصوا هيبتدي، انا عايزه اوريكم الجناب، هيبتدي اهو يستوي اهو. بصوا بدا يمسك نفسه، لكن اللي فوق ده اهو، بصوا اللي فوق ده لسه ني خالص، علشان كده احنا بنغطي. ممكن جدا على فكره تدخلوه الفرن اذا حبيتوا علشان يستوي برده من بره ومن جوه. تمام، يبقى احنا كده عملنا الفريتاتا اللي بالبطاطس والسبانخ، جبنا زيت وزبده، زيت زيتون وزبده، حطيناهم من تحت، حطينا عليهم ملح وفلفل ومرمرية، جبنا حلقات من البطاطس رفيعة خالص ومسلوقة نص سلقة، حطيناها وحطينا فوقيها ملح وفلفل ومرمرية تاني. لما سخنت كويس قوي وبدأت تاخد لون بني لطيف كده، رحنا منزلين عليها شوية من السبانخ وطماطم مجففة وبصل أخضر، وبعدين ضربنا البيض مع اللبن والكريمة والملح والفلفل والجبنة التشادر، نزلناها عليهم ورجعنا حطينا تاني نفس المكونات من فوق، وحطينا شوية فلفل اسود على الوش وسايبينها هي على نار هادية عشان مش عايزة اللي تحت يتحرق، ومش عايزة البيض يبقى ماسك قوي، انا عايزاه يستوي على نار هادية علشان يدينا يبقى طري شوية، ما يبقاش ناشف قوي كده، ما بيبقاش حلو. تمام، يلا هنطلع فاصل ونرجع نعمل السبرينج رولز واقول لكم ازاي نجفف الطماطم في البيت. استنونا.
اهلا بيكم معانا بعد الفاصل. عملنا الفريتاتا او الاومليت وبصوا اهو سايبينه على نار هاديه خالص علشان عايزاه يبتدي. بصوا بدا يمسك نفسه اهو من الاطراف، لسه النص بتاعه مش مستوي قوي، فهنخليه بالغطا بتاعه لحد ما يكمل سواه على مهله خالص على نار هاديه. كل ما البيض، اي وصفه فيها بيض زي الكريم كراميل، زي الكريم برولي، زي اي حاجه فيها بيض تستوي على نار هاديه تاخدوا منها نتيجه احسن بكتير. هنعمل بقى دلوقتي سبرينج رولز. السبرينج رولز ممكن نعمله بعجينه السبرينج رولز اللي هي دي، تتباع في السوبر ماركت في الثلاجات. ممكن تستخدموا بدلها جلاش اذا حبيتوا، ممكن تستخدموا بدلها حتى رقاق اذا حبيتوا. وعندنا جبنه مكعبات، عندنا زيتون اسود وفلفل اخضر رومي متقطع رفيع خالص، وعندنا دقيق اللي هنعمل بيه الغيره اللي هنقفل بيه الاطراف بتاعه السبرينج رولز مع شويه ميه علشان ما يفتحش مننا في الزيت. ممكن بعد ما تحشوه تدخلوه الفريزر، تستخدموه بعد كده على الفطار او على السحور، بيبقى لطيف جدا. وطبعا تقدروا ان انتوا تنوعوا في الحشوات زي ما انتوا عايزين. سبرينج رولز اهو بيبقى ورق كده زي ما انتوا شايفين، رفيع خالص. بنحشيه ونقفله، هنشوف طبعا دلوقتي طريقة ايه ان احنا نقفله ازاي. وعشان كده بقول لكم تقدروا تستبدلوه بجلاش لان هو نفس الايه الفكرة بالظبط. هناخد في البولة هنا، بسم الله الرحمن الرحيم، الجبنة هناخد معاها الفلفل الرومي المتقطع رفيع، زيتون قليل جدا يدوبك ينكه بس الموضوع عشان ما نعطش، لكن برضو عايزين ندي طعم. هندي رشة ملح خفيفة جدا، رشة فلفل اسود خفيفة جدا برضو، ونبتدي. وممكن على فكرة تعملوه في الكبة، تدخلوهم في الكبة مع بعض يطلعوا زي عجينة كده على بعضهم اذا حبيتوا برضو مفيش مشكلة. لحد ما تتماسك معايا لاني مش عايزه يبقى الفلفل الرومي والزيتون بيجروا مني وانا بحشي ويزهقوني، انا عايزه كله يبقى ماسك في بعضه. طيب كويس قوي، هجيب بوله هحط فيها معلقة من الدقيق، عليها معلقة ونص من المية، هقلبها كويس لحد ما يبقى عندي زي عجينة كده أقدر أقفل بيها السمبوسك، السبرينج رولز، أي حاجة أنتوا بتعملوها بنقفلها بالطريقة دي. مش عايزاها سايبه قوي ومش عايزاها ماسكه قوي كده، يعني ده القوام اللي احنا عايزينه. هناخد بقى عجينه السبرينج رولز ناخد منها ورقه ورقه كده، نحط الطرف عندنا، الطرف ناحيتي هنا. بص هما ليها كام طرف؟ ليها أربع أطراف، طرف منهم ناحيتي. هاخد من الحشوة
عايز ايه؟ وبعدين الف لفة واحدة اهي، وبعدين الم الاطراف، وبعدين الف، وبعدين احط من العجينة هنا والف تاني. اوكي، نوع العجينة دي سميك جدا، مش عارفة ليه، مش المفروض تبقى سميكة قوي كده، يعني مش احسن حاجة. المفروض تبقى ارفع من كده، عجينة السبرينج رولز الصراحة يعني. لفة، يلا اهو الطرف ناحيتي، لفة، الم الاطراف، الف تاني، اجي على الطرف الاخير ده، احط من الغيرة اللي احنا عملناه اللي هو عبارة عن دقيق ومية، والف، واسيب العجينة على الطرف اللي احنا قفلناه علشان اضمن انها مش هتفتح معايا في الزيت. وهكمل بقى بنفس الطريقة الكمية كلها، وزي ما قلت لكم ممكن تحطوهم طبقة واحدة وتدخلوهم الفريزر، لما يجمدوا تبتدوا تحطوهم طبقات على بعض وتفصلوهم بأكياس تلاجة نظيفة وتطلعوهم على القلي على طول. لما بنجمدهم بنطلعهم على القلي مباشرة وهم مجمدين، ما بنسيبهمش يفكوا علشان العجينة بتطرى وتبوش وما بتبقاش حلوة. بتهيألي الزيت جاهز، ممكن يعني نقلي دول وممكن نرفعهم من على النار لحد ما نكمل الباقي، بس عشان ايه خلوا بالكم ان هي هتستوي في لحظات، لان العجينة دي اصلا بتبقى نص سوا وانا ما عنديش حاجة جواها بتستوي، انا حتى قافلة بمعلقة دقيق مش ببيض، فالموضوع مش هياخد وقت خالص. يعني انا عشان الزيت حامي عندي هنا هنعمل دول ونرفعه من على النار نسيبه يهدى شويه عقبال ما نكمل احنا باقي الكميه. هنقدم معاه مايونيز وكاتشب ومستردة، تقدروا تقدموا معايا سويت اند تشيلي، سويت اند ساور، صويا صوص، اللي انتوا عايزينه. نرجع بقى تاني هنا للعجينه، يلا حاضر. وانا بحاول اعمل كده على فكره، يعني انا مش هي الخطه كده اساسا. اهو هاخد الحشوه هنا اهي، خلاص الطرف عندي من ناحيتي، هلف لفه اخد الاطراف يمين وشمال، ألف، أجي على الطرف الأخير اللي هو كان الناحية التانية مقابل الطرف اللي كان ناحيتي، وأقفل وأسيب العجينة عليه علشان أضمن إنها تفضل مقفولة. واحدة كمان، وأجيب الأطراف وألف، وأجي هنا أحط الغيرة وأخد دول على الايه؟ على الزيت. تقدروا بقى انتوا تنوعوا طبعا في الحشوات زي ما انتوا عايزين، تحطوا عصاج، تحطوا اي حاجه، المهم ان اي حاجه هتتحط جوه السبرينج رولز مش هتلحق تستوي، فهي لازم تكون حاجه يا اما بتستويش زي الجبن، يا اما حاجه استوت اصلا زي الفراخ واللحمه وكده، لازم يكونوا مستويين، لان مستحيل هتلحق اللحوم تستوي في الثواني البسيطه اللي بيستوي فيها عجينه السبرينج رولز او حتى الرقاق او الجلاش لو انتوا عملتوا برقاق او جلاش. يلا نطلع فاصل، انا هعمل اتنين في الفاصل واقليهم لحد ما انتوا تطلعوا فاصل وترجعوا لنا، او ممكن نعملهم مع بعض لما ترجعوا لنا، استنونا.
اهلا بيكم بعد الفاصل اهو. هنعمل بقى اتنين كمان، احنا عندنا وقت فقلنا ايه ما نعملهمش من غيركم. هنحط اشتغلوا شويه، هنحط الحشوه هنا. وقلنا علشان اللي ما شفناش في الفاصل اللي فات او في السيجمنت اللي فات، الطرف ناحيتي، الطرف ناحيتي، وبلف عليه الحشوه وباخد الاطراف اليمين والشمال وبلف بيهم، وباجي على الطرف الاخير عاملين معلقه من الدقيق عليها معلقه من الميه، بنعمل بيهم غير نقفل بيهم الكلام ده. هنيجي هنا تاني، الطرف ناحيتنا، حاطين الحشوه، هنلف لفتين على الحشوه، الم يمين وشمال، الف الباقي كله، واجي على الطرف ده احط من الدقيق وشكرا. بقفل عليه كده، والمفروض اسيبه كده 10 دقايق ولا حاجه على القفله دي عشان نطمئن انه مش هيفتح معانا في الزيت. بناخده على زيت حامي، ولازم نكون متاكدين ان الحشوه بتاعتنا زي ما اتفقنا تكون مستويه، علشان زي ما انتم شايفين كده اللون هيتغير في ثواني، هيستوي ويقرمش، وهيبقى اللي جوه لسه ني لو هو محتاج سوى. فنتاكد ان حشواتنا كلها مستويه بارده، ما نحطش حشوه سخنه، ومفيش صوص جوه الحشوه قوي، لازم تكون الحشوه ناشفه علشان ما يقطعليش العجينه بتاعه السبرينج رولز. قلنا هنقدم معاها مايونيز وكاتشب ومستردة، او هنقدم معاها سويت اند تشيلي، سويت اند ساور، صويا صوص، اللي انتوا عايزينه، هوت صوص حتى للي بيحب الحامي. هنا بصوا بقى الاخبار عامله ازاي اهو، ده بالنسبه لي استوى بقى فهقدمه. لذيذ جدا، لطيف قوي في العزايم ان احنا نعمل صواني كبيره من دي، كذا حشوه مع البيض ونحطهم ونقدمهم، بيبقوا لطاف جدا جدا. ادي الفريتاتا والسبرينج رولز برضو. هناك كده مع الصوصات بتاعته. طبعا ده لازم يتاكل سخن، فممكن انكم تحشوه وتجهزوه وتقدموه، تقلوه وتقدموه وقت السحور على طول او وقت الفطار على طول، لانه لازم يتاكل سخن بيبقى احلى كتير. تعالوا نفكركم بقى بوصفه الجبنه اللي بالطماطم. الموضوع يعني ما فيهوش اي ابتكار يعني، بس احنا قلنا نفكركم لانه في بنات كتير او ستات كتير لسه متجوزين يعني اول سنه ليهم في رمضان، فبعتوا لي قالوا لي الحاجات التقليديه العاديه احنا كمان مش بنعرف نعملها، فما تنسيش تبقي تعمليها لنا. فمعلش الناس المخضرمه في المطبخ تستحملنا في الوصفات دي علشان برضو نبقى بنرضي كل الاذواق. عشان نعمل الجبنه دي هنجيب جبنه بيضاء، احنا مستخدمين هنا قريش لان اساس الوصفه بتعمل بالقريش، وهي طبعا جبنه صحيه جدا، لكن اللي مش بيحبها او مش متوفره عنده هيستخدم اي نوع جبنه بيضاء تاني، مفيش مشكله. حاولوا ان الجبنه ما تكونش حادقه علشان ما تعطشكوش تاني يوم في الصيام. عندنا طماطم متقطعه مكعبات صغيره جدا، نعناع ناشف ونعناع اخضر، عندنا كمون، ملح وفلفل وزيت. طبعا عادة الوصفة دي بتتعمل بزيت ذرة مش زيت زيتون، او احنا في مصر يعني بنعملها بزيت ذرة مش زيت زيتون. هنعمل ايه بقى؟ بسم الله. هناخد الجبنة ونكون مطلعينها من التلاجة قبلها بفترة معقولة عشان ما اجي استخدمها تبقى زي ما انتوا شايفين كده بتتكسر مني على طول وما تضايقنيش وانا ايه وانا بعملها. طبعا انتوا فاكرين اول جمعه في رمضان عملنا عزومه سحور برضو، وكان فيها خلطه الجبنه، وانا بشكر كل الناس اللي عملتها وبعتت لي، لان ناس كتير جدا جدا جربتها وعجبتهم، واللي ما جربهاش بقول لهم يجربوها لان فعلا مميزه جدا ولطيفه. حطينا ملح وفلفل، كمون، نعناع ناشف،
زيت، زيت ذرة، مش هحط كمية كبيرة بس يعني حوالي معلقة كبيرة كده، ده بينزل قليل قوي، فانتوا حاسين ان انا بحط كتير بس هو لا، هو بينزل قليل. هخلط الاول كل ده مع بعضه، وبعدين هنزل عليه الطماطم. بحب انا بقى احط لها شويه من النعناع الاخضر جواها، وبعدين احط شويه من بره لانه بيدي طعم غير النعناع الناشف برده، فانا بحب احط بره وجوه. وبعدين احط الطماطم، هحط شوية من النعناع جوه كده، نصايمين بقى وريحتها جميلة. طيب هرجع تاني اراجع معاكو انه احنا كل الجبن اللي بنعملها دي بنحطها في علبة محكمة الغلق في التلاجة، ونرجع بعد كده كل يوم نسحب منها. يعني انا بعمل ايه في البيت؟ بعمل نوعين ثلاثة جبن، نوعين ثلاثة من الفول، وبحط بكميات قليلة طبعا، وبحط العلب دي في التلاجة. اللي عايز يتسحر يقوم يتسحر، يدوبك بايه بياخد معلقة من هنا على معلقة من هنا، السحور بقى جاهز. اولا عشان احنا ما نقفش اوقات طويلة، ثانيا عشان لو في اطفال يقدروا ان هم يخدموا نفسهم، ما يبقوش محتاجين لنا ان احنا نقف كل شوية نعمل لهم حاجة، فده بيبقى لطيف جدا في التلاجة، وبيقعدوا فترات طويلة. يعني الجبنة دي ممكن تقعد معانا في التلاجة من اسبوعين لثلاثة. هنعمل ايه؟ هنحطها في العلبة وتكون محكمة الغلق، وهنحط على وشها زيت زي ما احنا هنعمل دلوقتي. براجع معاكم كل مرة ان لازم لما نيجي ناخد من الجبن دي او الفول او اي حاجة احنا شايلينها في التلاجة، نستخدم معلقة نظيفة تكون مش مبلولة، مش مطرحها اكل ومش مطرحها من بقنا، يعني ما كنتش حطيتها في بقي، علشان احافظ على الحاجه اللي جوه العلبه دي تفضل ما تبص بسهوله. وطبعا محكمه الغلق عشان ما تاخدش اي لون وريحه وطعم من الثلاجه، مفيش حاجه تكرف عليها، وعشان ما تبص بسهوله بنحط ايه؟ شويه الزيت زي اللي هنحطهم دلوقتي دول كده. ناخد بقى شوية الزيت، وبعدين نرش ايه؟ النعناع كده. وصفة تقليدية ما فيهاش اي يعني ابتكار ولا اي حاجة، بس نفكركم بيها لانها من الوصفات الصحية جدا، ومن الوصفات المرطبة جدا في السحور، ومن الوصفات اللي زي احنا ما بنسميها في مصر كده حرشة، يعني تخلي الواحد ياكل جنبها بقى عيش بلدي، جنبها عيش محمص، تبقى لطيفة جدا جدا. نضف بس طبقنا كده ونوديه هناك عند التقديم. نبقى عملنا ثلاث وصفات كده صراع وخفاف ولزاز، يعني وصفتين منهم شويه مختلفين، ووصفه تقليديه خالص اهي ما فيهاش اي. عندي نعناع هنا، استنوا قولي لي. حاضر، انا كمان عايزه اطلع فاصل. يلا هنطلع بقى فاصل، نرجع نراجع الوصفات اللي احنا عملناها مع بعض النهارده، ونتكلم شوية في شوية حاجات كده سألتونا عليها. استنونا.
اهلا بيكم بعد الفاصل. النهارده عملنا مع بعض ايه؟ عملنا الفريتاتا بالبطاطس والطماطم المجففه، عملنا سبرينج رولز بالجبنه، وعملنا جبنه بالطماطم. هنراجع طبعا كل الوصفات، بس انا كنت قلت لكم عايزه اقول لكم بنجفف الطماطم ازاي، فعشان ما انساش كالعاده يعني اقول لكم احنا بنعملها ازاي. بنجيب الطماطم بنقطعها شرايح، بس الشرايح دي تكون متوسطة، لا عايزينها تخينة قوي ولا عايزينها رفيعة قوي، لأنها لو رفيعة قوي وجينا نعملها هتتحرق وهتبقى أكنها مفيش طماطم، ولو تخينة قوي هتاخد مننا مدة طويلة جدا، فخلوا دايما الشرايح بتاعتها وسط. بنعمل إيه؟ بعد ما بنقطعها بنحطها على فوط مطبخ من تحت ونرشها رشة ملح، وفوط مطبخ تاني من فوق، ونجيب صينية عليها تقيلة ونحطها، هتنزل كل ميتها، وبعدين هنشيل فوط المطبخ نحط ورق زبدة وندخلها في الفرن على الصاج وورق الزبدة، ونسيبها لحد ما تنشف. بعد ما تنشف بنجيب برطمانات تكون معقمة ويكون فيها زيت زيتون، ونحط فيها الطماطم دي ونحفظها في زيت الزيتون. طيب عايزة أراجع الوصفات وبعدين نتكلم مع بعض إذا في وقت إن شاء الله. همشي بنفس الترتيب اللي اشتغلنا بيه. عملنا الفريتاتا ازاي؟ جبنا زيت وزبدة حطيناهم في الطاسة، حطينا عليهم ملح وفلفل ومرمرية، حطينا طبقة من البطاطس اللي متقطعة رفيع جدا ومسلوقة نص سلقة، حطينا تاني عليها ملح وفلفل ومرمرية، لما اتشوحت نزلنا عليها السبانخ، البصل الأخضر والطماطم المجففة، خلطنا في بولة برة البيض معاه الملح والفلفل والكريمة واللبن والجبنة الشادر المبشورة، نزلناها عليهم، وبعدين حطينا على الوش نفس المكونات تاني، سبانخ وبصل أخضر وطماطم مجففة وجبنة، وحطينا كمان رشة من الفلفل الأسود على نار عالية الأول، وبعدين غطينا ونقلناها على نار هادية، أو ما تغطوش ودخلوها الفرن تحت الشواية، هتلاقوا الوش بتاعها استوى والجبنة ساحت وبقت لطيفة جدا. دي من الوصفات اللذيذة جدا اللي ممكن نحضرها في الطاسة وندخلها التلاجة ونطلعها وقت السحور على التسوية على طول. تاني وصفة عملناها كانت السبرينج رولز اللي بالجبنة، جبنا الجبنة المكعبات، وممكن تستخدموا طبعا أي نوع جبنة أنتوا عايزينها، متصفية من ميتها كويس جدا، حطينا عليها الفلفل الرومي المفروم ناعم، شوية زيتون صغيرين جدا مفرومين ناعم، وحطينا نقطة ملح ونقطة فلفل. بعد كده جبنا السبرينج رولز بدأنا نحشي فيه، وقفلناه باستخدام الغيرة اللي احنا عملناه بمعلقة من الدقيق، معلقة ونص من المية في درجة حرارة الغرفة، قفلناه ونزلناه على زيت حامي لحد ما أخد اللون الذهبي الغامق اللطيف اللي انتوا شايفينه ده، قدمنا معاه الكاتشب والمايونيز والمستردة.
اخر وصفه عملناها كانت الجبنه اللي بالطماطم، عشان نفكركم بس بالوصفه، هي يعني مش حاجه مبتكره ولا حاجه. جبنه القريش حطيناها وحطينا عليها زيت ذره، ملح وفلفل، نعناع ناشف، نعناع طازه، طماطم مفرومه ناعم، وكمون. قلبناهم مع بعض كويس جدا كلهم، وبعدين حطيناهم وحطينا على وشها شويه من زيت الذره وشويه من النعناع الاخضر. دي كانت وصفتنا النهاردة لعزومة السحور. قبل ما يقولولي اختمي، بفكركم ان احنا معاكم يوميا من 3:30 ل 4:30، اعادة الساعة 9 بالليل، اعادة تاني يوم الساعة 9 الصبح. اميرة شنب، برنامج اميرة في المطبخ بالعربي على الفيسبوك، cbcsفرة.com وcbcسفرة على كل السوشيال ميديا، هتلاقوا كل الوصفات دي عليها. وبفكركم ان احنا طول الاسبوع عزايم فطار، يوم الخميس بناخد بواقي الاسبوع كلها نعمل بيها عزومة للفطار برضو، ويوم الجمعة بتكون عزومة سحور زي النهاردة كده. تعالوا بقى نتكلم شوية عن الاتيكيت في الأكلات اللي احنا حاطينها قدامنا دي. السبرينج رولز ده يعتبر فينجر فود، يعني أكل بيتاكل بالإيد، ما بيتاكلش بالشوكة والسكينة، ما بيتاكلش بالمعلقة، ما بيتاكلش بأي حاجة تانية غير بالإيد. في أنواع من الأكل زي السمبوسك، زي السبرينج رولز، زي الميني كوبيبة الصغيرة، القطايف لو حشينها حادق، ده أكل اسمه فينجر فود وبيتاكل بالايد عادي، بيتاكل بالصباعين دول يعني مش بالايد كلها. وبعدين ده متاح فيه ان احنا نقطم، لان احنا متفقين قبل كده اذا كانت الحاجه كبيره على الشوكه لازم نقطعها بالسكينه، ما ينفعش نقطمها من على الشوكه. ده متاح فيه ان احنا نقطم، لان هو كده كده بيتاكل بالايد مش بالشوكه والسكينه. هناخد واحده في طبقنا وهنبتدي ناكلها، واذا مش هنكملها دلوقتي هنحطها على طرف طبقنا لحد ما نرجع لها تاني. بالنسبه للجبنه اللي بالطماطم، المفروض ان احنا ما نحطش العيش بتاعنا في الطبق الكبير وناخد منه، لا، ولا شوكتنا اللي احنا بناكل بيها في بقنا وبعدين نقوم واخدين منها وحاطين في طبقنا او حاطين على العيش، لا، مش ده الصح. الصح ان بيبقى فيه معلقة نظيفة للغرف بناخد منها في طبقنا، وبعدين نبتدي بقى نحط من الحتة اللي في الطبق عندنا دي بالشوكة أو بالسكينة على حتة العيش بتاعتنا وناكلها. فالطبق الأساسي ما يستخدمش غير بمعلقة الغرف فقط لا غير، وكل الأكل بيبقى من خلال طبقنا إحنا. نفس الكلام بالنسبة للبيض، البيض ده بيتقطع بالسكينة، بيتساب يهدى شوية وبيتقطع بالسكينة زي الكيك كده، وبعدين بنبتدي نغرف برضو منه حتة في الطبق بتاعنا وناكله بالشوكة والسكينة أو بالشوكة بس لو أنتوا حسيتوا أنه طري قوي. الأطباق الرئيسية ما تستخدمش خالص للاستخدام الفردي. طيب لو إحنا قاعدين على الترابيزة وعايزين السحور بالذات في الباسكت بتاع العيش، عايزين الناس تباصي الحاجة، تباصي يعني تمرر الأطباق لو هي أنا مش طايلاها، المفروض إن إحنا بنمرر لليمين، يعني أنا باخد ومرر للي جنبي يمين واللي جنبي يمرر للي جنبه يمين، ما عدا باسكت العيش. باخد أنا بدي الأول شمال، وبعدين باخد أنا، وبعدين بمرر يمين. يبقى باسكت العيش نمرر الأول شمال، نقف عندنا ونحط، وبعدين نمرر يمين. بقية الحاجة بتتمرر يمين على طول. وقتنا ايه؟ يلا. دي كانت وصفتنا النهارده لعزومة السحور، استنونا يوميا من 3:30 ل 4:30 على الهواء ان شاء الله.
إيطاليانو، كل ده يطلع من المكرونة.